أهلا بكم. الثعابين أنواعها كثيرة جدا، لها عدة تصنيفات، عدة تقسيمات. 3000 نوع من الثعابين، اختلف العدد هذا من دراسة أخرى، لكن الأصح أنه 3000 نوع من الثعابين. السام منها 30% تقريبا إلا تقتل الإنسان، عددها قليل جدا. عندنا السحالي إلا بتضم أكثر من 3000 نوع، عندنا الثعابين إلا بتضم أكثر من 3000 نوع أو 3000 نوع تقريبا، وعندنا التماسيح إلا بتضم 23 نوع، والسلاحف إلا بتضم أكثر من 200 نوع. الثعابين من الحرشفيات إلا بتندرج تحت الزواحف، إلا بتندرج تحت الفقاريات، إلا بتندرج تحت الحبليات. هذا التقسيم الحيوي للثعابين. زي ما قلنا الثعابين بتنقسم إلى عدة عوائل، مهم جدا نعرف العوائل هذه لأنه هي اللي بتورينا إن كانت الثعابين سامة أو غير سامة، خطرة أو غير خطرة. قبل أن نتكلم في العوائل هذه ممكن إحنا نحط تقسيمات خاصة بالثعابين، يعني الثعابين السامة وغير السامة، هذا ممكن يكون تقسيم. الثعابين العاصرة، الثعابين العادية، الثعابين بحسب البيئة اللي بتعيش فيها، البحرية البرية، عندنا ثعابين الصحاري، ثعابين الجبال، ثعابين الأشجار. ممكن نصنف الثعابين بناء على أحجامها، عندنا الثعابين الضخمة، عندنا الثعابين الدودية. ممكن نصنف الثعابين بناء على الأشياء المميزة اللي فيها، يعني الثعابين ذوات الندبة أو الثعابين العادية. هذه كلها تصنيفات احنا ممكن نحطها، ممكن نصنف الثعابين حسب الحاجة اللي احنا بنشتغل عليها او محتاجينها. لكن التصنيفات العالمية اللي وضعت كالتالي، عندنا الثعابين العمياء بتضم اكثر من 200 نوع. الصلال اللي بندرج تحتها الكوبرا والمامبا والثعبان المرجان بتضم أكثر من 180 نوع. الثعابين البحرية أكثر من 60 نوع. الأفاعي ذات الندبة أكثر من 150 نوع. الثعابين النموذجية أو عائلة كولبر أكثر من 2300 نوع. الأصلات والبوة أكثر من 90 نوع. والأناكوندا نوعين. هذه بصورة عامة عوائل الثعابين. اللي يهمنا في الموضوع انه نعرف انه الثعابين بتختلف، الثعابين اشكالها كثيرة جدا، 3000 نوع من الثعابين بتختلف. كل نوع من الثعابين له خصائصه الخاصة، له سمومه الخاصة، وحنتكلم في حلقة خاصة عن السموم. مهم جدا نعرف ايش تقسيمات الثعابين لانه بنعتمد عليها في تقدير خطورة الثعبان أو عدم خطورته. مثلا الثعابين البحرية كلها سامة وكلها خطرة، الصلال كلها سامة كلها خطرة، الثعابين النموذجية أو العادية بتكون غير سامة، الثعابين العمياء غير سامة. هذه التصنيفات الأساسية اللي بتكون مؤشر نعرف به الثعابين. أتمنى أنه نحاول نعرف له معلومات بسيطة عن الثعابين، احتمال نحتاجها في يوم من الأيام. أتمنى لكم السلامة. شكراً.